بدون كسوف يا أكرم. والسؤال ده أول مرة يتقالك على فكرة. مش عارفة. أنا متأكدة. إيش؟ هنشوف. تفتكر أحمد أمين بعد ما قدم بطولة مسلسل مع منصة عالمية ممكن يشتغل معاك دور تاني في مسلسل الوصية؟ ممكن نسأل السؤال ده أحمد أمين. بس أقول لك أنت؟ مش أنا اللي باخد القرار يعني. أحمد أنت تفتكر ولا لأ؟ هي حساباته الشخصية، بس بالمناسبة إحنا المفروض كنا رمضان ده أنا وأحمد أمين داخلين مسلسل مع بعض، وإحنا كنا أعلننا عن ده رمضان اللي جاي؟ كان المفروض، وقعدنا واشتغلنا وحضرنا، ولظروف خارجة عن إرادة أحمد اعتذر لأسباب يعني بعيدة عن الورق وبعيدة عن الفكرة فاعتذر، بس كنا داخلين نعمل مسلسل مع بعض. ده بعد المسلسل؟ بعد مسلسله هو؟ طب مين دلوقتي اسمه ممكن يتكتب الأول على التتر؟ أنت ولا أحمد؟ هو القرارات دي بتبقى قرارات جهة الإنتاج، وهي عادة بتتحسب بالأقدمية. يعني أنا النهاردة لما أجي أشتغل مع أحمد فهمي بمناسبة إيه هقول إن أنا اسمي يتكتب الأول؟ أحمد رصيد والفني أكبر مني، فالحاجات دي بتبقى إحنا ما بنتدخلش فيها. جهة الإنتاج هي اللي بتحدد التتر يبقى مكتوب إزاي، وبيبقى بالاتفاق. يعني أنا جايب فلان عشان أعمل له مسلسل، ففكرة ترتيب الأسماء دي إحنا لا نتدخل فيها إطلاقاً. يعني بالأقدمية ولا مين بيجيب إيرادات أعلى واسمه مسمع دلوقتي أعلى ولا إيه بالظبط؟ أعتقد إنها بالأقدمية. يعني لا ليه؟ ده ما في ناس قدام جداً جداً، يعني لو اتحطوا في مسلسل مش هتكتب أساميهم أصلاً. بيبقى ظهور خاص، بيبقى بطل العمل هو اللي شايل الموضوع. ما أنا بقول لك هي حسب اتفاق شركة الإنتاج عامل إزاي. بتهرب انت من اسئله؟ لا انا بجاوب والله على كل اللي بتقوليه.